سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جمعه مباركه على الجميع، وان شاء الله تكونوا فرحتوا بالنتائج تاع وليداتكم من الطور الابتدائي الى الطور الثانوي، واللي ما قدرش يحصل المعدل في هذا الفصل ما راحش الحال، مازال الفصل الثاني والثالث. وبالتوفيق لكل التلاميذ وبالتوفيق للامهات، لان احنا ثاني رانا نقراو مع ولادنا. الوغ على بركه الله، اليوم الجمعه حنبدل شويه، حنبارطاجي معكم وحنطيب لولادي دوباره بسكليه. تيجا درتها معكم، عندها واحد سيمو هكذا، درتها لكم بالحميصه والفول، يعني باش تستفادوا كامل. اليوم حنديرها غير بالحميصه، انا ولادي ما يحبوش الفول. حنعطيكم ادق التفاصيل، ادق التفاصيل لنجاح الدوباره البسكليه، وتجيكم مثل المحلات. الوغ على بركه الله، عندي حميصه، انا حندير كيلو حميصه، شمختها على بالي راهي غاليه البنات، مي انا كانت عندي مخبيه فوالا، كانت عندي ملي كانت شويه رخيصه شريتها. الوغ شمخت كيلو حميصه كيما راكو تشوفوا، ليله كامله في الماء والملح، صفيتها شللتها هكذايا. تحبوا ديروا الفول نفس الطريقه، ديروها في فوق الليل. شوفوا البنات، للامانه الحميصه لا درتوها في الكوكوت مينيت، لا درتوها في كوكوت مينيت، نديروا لها الملح. لا درتوها في القدره ولا طنيجه، ما عندكمش كوكوت مينيت. البنات ما ديروش الحميصه الملح الحميصه حتى كيطيب، سواء حميصه او فول. ندير كميه من الملح، انا دايره كيلو. تجيكم الحميصه طيبه الزبده، الله الله، وتطلق هذيك البنه تاعها. نديروا لها مغرفه بيكربونات، مغرفه صغيره، مغرفه تاع قهوه صغيره. هذا هو سر اللي الحميصه تخرج لنا بنينه. نزيدوا البنات زوج ورقات شويه كبار تاع الرند، ذلك السر اللي يطلق البنه في الحميصه. المرقد، المرقد حنستعملوه في طبق التقديم، وحنستعملوه دوكا كي نطيبوا الحميصه. حندير ربعه ولا خمس حبات مرقد، وكل واحد كيفاش يحب، كيفاش يجي. تحب الحر ولا عندكم ولادكم ما يحبوش الحر ما تقطعوش. نحكم المرقد البنات، نقطعوه هكذايا دي مورسو صغيورين كيما راكم تشوفوا. نواسي واحد ربعه ولا خمسه حبات مرقد، شوفوا فوالا البنات. درت الملح البيكربونات الرند وفلفل مرقد، حنمرق البنات، ندير الماء البنات. البنات في هذه المرحله نحطها مباشره الى الفرن، ما نغلقوش الكوكوت مينيت باش ما تفيضناش. شوفوا نخليها تغلي هكذا، نحطوا الخطيوه برك ما نغلقوهاش، نخليها تغلي، تجينا هذيك الرغوه الاولى نحوها كامل بغرف ولا مغرفه كبيره، تزيد تغلي الرغوه الثانيه ثاني كي نحوها، بعدين نزيدوا الماء ونغلقوا لا كوكوت مينيت. شوفوا البنات، عندي فلفل كراوه احمر، وعندي فلفل دريس هذاك الكبير، درت الكريسان وحبيبات، حنشمخهم في الماء سخون. بسم الله، فوالا نديرهم ماء سخون مع الاول، نشدلهم كما راكم تشوفوا، نصفيهم ونزيد ندير لهم ماء سخون. حرقني راهو يطوي هكذا، نخليه يتشمخ خمس دقائق. فوالا البنات، بعد ما شمخت فلفل دريس تاعي حنحطه في البول بغا ميكسر هكذايا بدون اضافات. حنميكسي هذاك الفلفل كناوه وفلفل دريس. فوالا البنات، انا رحيتو يعني حر يقتل. فوالا شوفوا كيفاش رحيت فلفل دريس تاعي، نديرو في ناسيات ونحطو بجبل. فوالا شوفوا البنات، الحميصه تاعي راهي طابت، طابت زبده كيما راكم تشوفوا. نحكي لكم واحد البنه انا نموت عليها هكذا، نخليها نغطيها بجنب ونروح نوجدوا الدرسه تاع الدوبار. الوغ البنات، حنوجدوا الدرسه تاع الدوباره. البنات واش نحتاجوا عندي هنايا، درت واحد 8 حبات طوماطيش، درتها في الاشوار رحيتها. هنا ثاني 3 حبات طوماطيش مقطعه ديدي، شوفوا قطعتها ديدي. عندي البنات
عندي البنات فلفل حار قطعته هكا ديدي تانيك، الحشيش قطعت كميه ربطه حشيش، الدرسه اللي خدمتها معاكم بفلفل دريس وفلفل قناوه، عندي كميه من المرقد، سنينه الثوم قطعتهم واحد ست حبه سنينه الثوم قطعتهم دي كاري، زوج مغارف كبار طماطم مصبره، زيت الزيتون، اكيد الهريسه. هادو هما المكونات تاع الدوباره. شوفوا البنات حنعطيكم لاستيس اللي تجي الدوباره بنا على بنا كيما اصحاب اهل المهنه. عندنا البنات تحبوا تروحوا تشروهم عند بائع الاعشاب تقولوا اعطيني لي زيبيس تاع الدوباره، سينو نخدموهم في الدار، يعني يجوا بزاف بنان. هما خمس توابل. شوفوا البنات عندي مغرفة كبيرة فلفل كحل، مغرفة كبيرة كمون، مغرفة كبيرة كروية، مغرفة كبيرة راس الحانوت، ومغرفة كبيرة فلفل عكري، ومغرفة صغيرة ملح. إن شاء الله هادو هما التوابل البنات تاع الدوبارة. شفوا عليهم البنات، نخلط كامل لي زيبيس تاعي هادوما تاع الدوبارة، نخلطهم ملح، ما كيش يطونا يقعدوا للمرة واحدة أخرى. بسيطة لكم بالأطباق التقليدية. تحب تصدقوني البنات، كنت حابة ندير لكم لايف في الفيسبوك على الدوبارة هذه، ما على بالي ولادي ما يصبروش يديروا لي لابريسيون، يبقى نتقلق. ألوغ نبداو نحكموا أن ريسيبيون البنات، نديروا فيها هذيك الطوماطيش اللي رحيناها في الأشواغ. فوالا أنا درت كمية، ندير فوقها كمية تاع الثوم هذيا، كمية من الدرسة اللي خدمناها حرة تقتل صدقوني، كي كنت نرحي فيه أنا حندير كمية وماك لي يحب الحر بلوس يزيد. كمية من الحشيش ندير شوية باسكو أون باك ندير الحشيش من الفوق، ندير زوج مغارف طماطيش مصبرة، كمية من الهريسة البنات، ندير كميه من لي زيبيس اللي خدمتهم تاع الدوباره. فوالا شوفوا نص مغرفه، ومن بعد كي تحبوا ديروا من فوق زيدوا من فوق، في الاخير نزيد زيت كميه من زيت الزيتون. فوالا نزيد نصف كاس تاع 220 مليلتر ماء. فوالا بيان سور نزيد رشه ملح. فوالا هادو هما المكونات، نخلطهم خلطهم ملح حتى تخلط التوابل مع طماطيش. فوالا البنات انا وجدنا كلش. شوفوا الدرسه تاع الدوباره كاش جات، بسم الله ما شاء الله. شوفوا القوام تاعها، شوفوا اللون تاعها واحد البنه ما نحكي لكمش. فوالا دوك نوري لكم البنات كاش نسقوا الدوباره. نحكم اون اسيت البنات، ندير فيها كميه من الدرسه من تحت. شوفوا البنات هكذايا، نروح للحميصه تاعي عفوا، نسقي فوقها كميه من الحميصه. شوفوا الله الله بالمرقد، الله الله. قلت لكم لفه بسيطه تاع لكم بالفول، انا ولادي ما يحبهاش، ما يحبوهاش بالفول، تقدروا ديروا كذلك بالفول هكذايا. قوم خوتي خياتي اليوم راح نجيب ونعرف نزيد ب10 كيلو ناكل دوباره. فوالا شوفوني سقيت الحميصة، نزيد ندير فوقها شوية درسة كيما راكم تشوفوا. هذه هي الدوبارة، حاولت نوصلها لكم صلاة الجمعة. فوالا نزيد فوقها البنات كمية من الطماطيش مقطعة ديدي، نزيد فوقها شوية حر شوفوا، نزيد كمية من لي زيبيس اللي خدمناهم هكذايا، تحبوا تزيدوا كتر زيدوا كتر، ونزيد كمية من الحشيش، حشيش مقطفة، ونرمي حبة مرقد، نزيد شوية حر في الجوانب، وتحبوا ديروا زيت الزيتون ديروا زيدوا زيت الزيتون اختياري. فوالا هكذايا. على البنات هذه هي الدوباره البسكريه. اكرام بنتي كاميري لي وتقول لي ماما لعبي خفيف، كاميري خفيف حتموت. فوالا هذه هي الدوباره البنات البسكريه بكل التفاصيل، مع خبز الطاجين الله الله.
صحة وهنا على قلبكم. شوفوا كاش تجي البنات تقتل تقتل، صدقوني تقتل هاد الدبارة، وحاولت نوصلكم بأسهل طريقة. البنات لا عجبتكم الفيديو ديروا لايك وابوني للقناة، وبكم أستمر. جمعة مباركة، صحة فطوركم إن شاء الله ديما ملمومين مع العائلة والحباب ديالكم. سلام، وشهيدكم بالجنة.